فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السؤال تكرر وهو الأكل والشرب باليد الشمال، هل حكمه التحريم أم الكراهة؟ الصحيح أن حكمه تحريم لأمرين: أولا النهي عن ذلك، والأصل في النهي تحريم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن هذا تشبه بالشيطان، تشبه بالشيطان محرم، فالصحيح أنه محرم. نعم.